يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما زلنا نتكلم عن قيام الليل، وقد وقفنا بعد أن ذكرنا الترغيب في قيام الليل وآداب ينبغي أن يراعيها الإنسان بالليل ونحو ذلك. وقفنا عند وقت قيام الليل، متى يبدأ قيام الليل؟ قيام الليل بالليل في أي جزء من الليل؟ في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، فكله يدخل في أحاديث قيام الليل وينتهي إلى صلاة الفجر. يعني إذا أذن الفجر فانتهى الليل وانتهى بذلك قيام الليل. وهذا على حسب ما يعني حال الإنسان، يعني ممكن واحد ينشط في أول الليل، واحد ينشط في آخر الليل، أحيانا الليل بيبقى قصير فيقول لك أنا أصلي قبل أنس. ما كنا نشاء أن نراه من الليل، ما فيش يعني شيء مرتب، على حسب مقدرته وعلى حسب يعني الحال اللي هو فيه. لكن طبعا هيأتي في الحديث أنه كان يقوم في إذا سمع الصارخ يصرخ متى لو أديك، قالوا في نصف الليل، وقال بعضهم في ثلث الليل الأخير، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يقوم الثلث الأخير. وجاء أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني يرتب الليل كده إيه تقسيمه، النص الأولاني ينام وبعدين يقوم التلت وبعدين ينام السدس. هذا طريقة السنة يحسن أن يقوم آخر الليل. ثم بعد ذلك إن كانت عائشة كما تروي الحديث، إن كنت بعد الوتر إن كنت يقظة حدثني وإلا اضطجع قبل أن يأتيه المؤذن ليؤذن. فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاله في عدم تكلف، فكان ما كنت تريد أن تراه نائما إلا رأيت، ما ترى أن تراه قائما إلا رأيت، ما وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: لم يكن لتهجده وقت معين، بل بحسب ما تيسر له القيام، لكن الأفضل أن يكون في جوف الليل وفي الثلث الأخير منه. والأحاديث في ذلك طبعا لسه قايلين حديث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. طبعا سيدنا داود أحب الصيام إليه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبالنسبة للصلاة كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن عائشة سئلت رضي الله عنها، سئلت كيف كان أو كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أولهم ويقوم آخرهم. يبقى هنا زي نصت على أنه كان يقوم آخر الليل، فهي رأت ذلك صلى الله عليه وسلم، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وسب، فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ أو خرج. وفي الحديث الذي يدل على استحباب أن يكون القيام في آخر الليل أفضل، حديث نزول الرب سبحانه وتعالى وحديث متواتر، قال: إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر،
إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا كله يدل على أن الأفضل أن يقوم قيام الليل في آخر الليل، لكن لا مانع طبعا أن يصلي في أي وقت من الليل. كيف يصلي الليل؟ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي بعض الروايات: ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ الرجل 50 آية قبل أن يرفع رأسه. ودي طبعا هي مهمة، لأن بنلاحظ طبعا الأئمة أو عموما يعني الناس بتصلي ممكن يطيل جدا في القراءة، ويجي في الركوع والسجود تجد خطف وكأنه ليس من الصلاة. شوف هنا بيبين لك طبعا أولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده، تقدم هذا الحديث، واعتداله وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، يعني في اعتدال في الليسة. وهنا بيبين لك يعني حتى لو هو هيخفف شوية في السجود، ها طالما هيطيل في القراءة، فكانت سجوده قدر ما يقرأ الرجل 50 آية قبل أن يرفع رأسه. احنا عايزين 10 آيات أو 20 آية مثلا، لكن الناس ما تجد الأئمة في يعني ملاحظات على الأئمة في مسألة الصلاة كده، يعني حتى تيجي في الصلاة السرية كأنه ما قراش الفتحة تجري يركع على طول، وفي الجهرية ما شاء الله. طب هو الوقت بتاع الفاتحة هنا قد هنا، ولو قلنا فيه وقت زيادة يعني مثلا 2 وصاد 1 يعني عشان السرية يعني ما بيخدش فيها نفس وكده، يعني هتبقى 2 قراءة الفاتحة لما بتروح ساعات ما بتوصلش كده. يعني 2 السرية تساوي قراءة الفاتحة في الجهرية ساعات ما بيوصلش، وعندما بيقرأ السورة كمان تجد ركعة، وسواء في الركعات 3 والـ4 أو في الركعات اللي هي بتبقى السرية كلها تجد القراءة عند الأئمة قراءة سريعة، حتى أنك تتعجب هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأ. وهذا طبعا أمر لابد يعني للناس اللي بتصلي بأئمة أن يراعوا هذه المسائل. ايه؟ لا وطبعا يا أم القوم أقرأ من كتاب الله سواء كان في السرية أو الجهرية. وبعدين الإمام الحافظ بن حجر اشترط لذلك مش يبقى قارئ وخلاص، أن يكون على علم بأحكام الصلاة أقل حاجة، يعرف يصلي. فإذا كان بهذه الصورة لا بأس. وعلى هذا فالصحيح أن صلاة الليل الثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن هذا العدد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعله كان 11 ركعة، وورى في بعض الروايات توصل ليه ل 13. يا حديث ابن عباس لما صلى ركعتين مجموعهم يبقى 13 ركعة، وفي البعض بيعد معهم ركعتين الوتر، ركعتين سنة الفجر، وبعضهم بيعد معهم ركعتين سنة العشاء. لكن احنا عايزين نقول الصلاة اللي هي قيام الليل الغالب فيها انها 11 أو 13، هذا من فعل عليه الصلاة والسلام. وهنا تكلم العلماء هل يجوز الزيادة؟ طبعا الاتباع السنة أولى، لكن مسألة الجواز وعدم الجواز هذه مسألة أخرى. هل يجوز أن يزيد عن 11 ركعة؟ العلماء قالوا فعله صلى الله عليه وسلم بيسميه أهل العلم موافقة حال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تزيد عن هذا، بل جاء في حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. مثنى مثنى يعني دون أن يحدد له أي عددا،
هما طبعا اللي بيلتزموا بالعدد بيقول لك مثنى مثنى الى ان يحدد العدد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتجاوز العدد. لكن ظهر هذا الحديث الاطلاق مثنى مثنى، ولم يحدد له عددا معينا، وعلى هذا يجوز ان يزيد. نقول ان الافضل الا يزيد، لكن هل يجوز؟ نعم يجوز. وهذا الذي قال به الائمه الاربعه، يعني المذاهب الاسلاميه كلها، حتى ابن حزم اللي هو بيتمسك بظاهر النص قال هذه موافقة حال، موافقة حال فيها الأسوة والقدوة لا شك. وبعدين حتى اللي بيصلوا 11 ما بيصلوا زي ما النبي بتقول لا تسأل حسنهن وطولهن، ها أو حسنهن وطولهن، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقيم الليل كله في ال 11 ركعة. فهذا يدل على جواز الزيادة على 11 ركعة لا بأس بهذا. صلى 20 تحدثهم غلط ليه؟ ما هو ثبت عن سيدنا عمر انه سيدنا ابي صلى بالناس 20 ركعه. طبعا هو الشيخ الالباني بيضعف هذه الروايه، يقول انها روايه شاذة. لكن هناك احد العلماء يعني ناقش الشيخ الالباني في هذه وقال لا، هي ما هي الشاذة، لان الشذوذ المخالفه اللي لا يمكن الجمع بينها. لكن هنا يمكن الجمع بين الروايتين، يعني جاء في بعض الروايات ان سيدنا ابي كان يصلي بالناس 11 ركعه، وفي بعضها انه كان يصلي بهم 20 ركعه غير الوتر طبعا 23 ركعه يعني. فهل هناك تعارض؟ فيش تعارض، لان نقول احيانا كان يصلي 11 ركعه في بعض الايام او في بعض السنين، واحيانا كان يصلي 23 ركعة، لأن التعارض إن إحنا يدي، لكن هنا فيش تعارض، لأن أوقات قيام الليل شهر كامل في الجماعة يعني في رمضان وفي كل سنة، فقد يكون يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، فليس هناك تعارض، فلا بأس بأن يزيد الإنسان عدد ركعات. وكل المذاهب ترى انه ممكن يخف من القراءه ويزيد من الايه؟ من الركعات. طب احنا حته اربعا لا تسال حسنهن وطولهن، ظاهر الحديث انه يصلي اربعا متصلات. فعل النبي عليه السلام في وصف سيدة عائشه انه كان يصلي اربعا، فقد يحمل هذا على معنيين. المعنى الاول انه يصلي اربعا متصلات ثم اربعا متصلات ثم ثلاثا. وقد يقال أنه يصلي أربعا يتروح استريح، يعني بتوصف الصلاة أربعة واستريح وبعدين أربعة تاني وبعدين هي صلاة الوتر. وهذه الأربعة الأولانيين لا يشترط أن تكون متصلة، يعني اثنين واثنين واستريح، اثنين واثنين يصلي بعدها الوتر. ولو قلنا أنه كان يصلي أربعة متصلات، فيرى الحافظ ابن حجر أن الأفضل يعني لعموم المسلمين أن يصلوها مثنى مثنى، لأن برضك الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل سأله عن الصلاة قال له مثنى مثنى. فالخطاب لأفراد الأمة الأفضل في حقهم أن يصلوها مثنى مثنى، حتى لو قلنا إن الفهم الصحيح للرواية السابقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ثم أربعا، نقول لكن مع ذلك ها لو واحد أخذ بهذا الرواية لا بأس، يعني هذا بهذا الفهم، لكن نقول الأفضل مع ذلك ها إنك تصليها اثنين اثنين، لأنه لما سئل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. طبعا هم هنا اللي بيعترضوا برضك على الحديث بيقولوا ده هنا الراوي سأل عن كيفية الصلاة، ما سألش عن عدد الصلاة عدد الركعات، فهنا بيسأل عن الكيفية، فالرسول قال يصليها اثنين اثنين ويبقى العدد ده في حديث ثاني. نقول لك لا، تعالى بقى ارجع للحديث اللي فات ان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت برضك كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف
برضك سيسأل عن الكيفية. ومع ذلك قالت له إيه؟ كان ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ذكرته العدد. ما انه ذكر الايه؟ سال عن الكيفيه، هي ذكرت العدد. اذا المقصود من السؤال من كيف يعني مجموع الامر سواء في العدد او في الكيفيه، صليهم ازاي؟ هي حتى هنا ما فصلش في الكيفيه. او لما بعدين قالت فلا تسال الحصنين وطولهن ذكرت الكيفيه، لكن ذكرت معهم الايه؟ العدد. فلا بأس ان الكيفية لما تسأل عن كيف يكون بالمعنى العام انك تسأل فيه عن العدد وعن الايه؟ الطريقة. وعلى هذا فالصحيح ان صلاة الليل الثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن هذا العدد، ولكنه ورد في بعض الاحاديث انه كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وثبت صلاة 13 في حديث ابن عباس أيضا وقد تقدم قريبا. وفي حديث زيد بن خالد الجهني قال الحافظ فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، لكن طبعا حديث ابن عباس ما فيهوش الاحتمال دوت. لأن ابن عباس قام وقال يعني هو لما نام عند السيدة ميمونة عشان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام ثم قام فمسح وجهه، شرح قلنا الحديث الأسبوع اللي فات، ثم نظر إلى السماء وقرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلق فتوضأ وضوءه خفيفا ثم قام يصلي. قال ابن عباس ففعلت مثل ما فعل، فقمت عن يساري فعلت عن يميني، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. المجموع 13 يعني 2 في 6 12، وأوتر بواحدة يبقى المجموع 13. يبقى ده ايه؟ ما فيش هنا ايه؟ احتمال سنة العشاء. لكن ممكن في حديث عائشة انه في احتمالات، بعضهم يقول احتمال داخل سنة العشاء، وبعضهم يقول احتمال حسب يتمال في ال 13، اما في ال 11 فيش مشكلة. احتمال انها ادخلت معهم سنة الفجر فعدت المجموع 13 إلى آخره. أو ما كان يفتتح به صلاة الليل، بعضهم حسبها كده إنه 11 غير الركعتين الخفافتين، لأن يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان لما يبدأ صلاة قيام الليل يصلي الأول ركعتين خفيفتين، فعايزة تقول أو عايز الراوي ده الشارح يقول إنه هو ممكن السيدة عائشة ما حسبتش الركعتين الخفيفتين، صلت برضك بس هنا محسوبين من قيام الليل، مجموع 13. وهذا أرجح في نظري، لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في 11 جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي أربعا، ده طبعا أربعا لا تسأل حصن إن طولين وركعتين خفيفتين فين؟ ما غبتهمش في الحديث زود بقى في حديث ثاني. طيب إذا المجموع وصل ل 13، لأن بعض الناس متمسكين بال 11 لا جاء في رواية ال 13، وهذا يدل أو مما استدل به العلماء على جواز الزيادة. يعني السيدة عائشة لما قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 11 ركعة، يعني غالب أحوالي غالب أحوالي، لكن ثبت في أكثر من رواية أنه كان يزيد عن ذلك إلى 13. ولذلك قال الإمام القرطبي من كثرة الخلاف في المسألة أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم. يعني بعض الروايات 11 بعض الروايات 13 وبعض الروايات قالت 11 ثم ذكرت ركعتين الفجر، وبعض الروايات قالت 11 وذكر قبلها سنة العشاء، فحصل إشكال عند البعض حتى إن بعض الناس اعتبر الحديث فيه اضطراب، وهذا ليس اضطراب. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة، يعني كان أحيانا بيصلي 11 بس، وأحيانا كان بيصلي 13 بيزيد معهم ركعتين. يبقى دي أحوال متعددة وأحوال مختلفة حسب النشاط وبيان الجواز، يعني بيدل على الجواز. فهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم من ذلك أن السنة أن يبدأ بركعتين خفيفتين. إيه الحكمة من كده؟ يعني بيقوم يصلي ركعتين خفيفتين، قالوا الحكمة من ذلك حتى ها؟ مش عارف يا عم صح
ايوه الله يفتح عليك عشان يحل العقد. مش قلنا في ثلاث عقد؟ وقام وذكر الله اتحلت عقده، وتوضى اتحلت عقده، الثالثه تتحل امتى؟ لما يصلي. يبقى ركعتين خفاف عشان ايه؟ نستعجل يعني في حل العقده الثالثه، عشان يبقى بعد كده زي ما بيقول الحاج صابر يبقى نشيط يكمل بقى صلاته ايه؟ في نشيط، حين يكون حل العقده الثالثه. يبقى دي الحكمه. حتى لو مش حق النبي، احنا قلنا يستثنى من ذلك بعض ممن استثناه الله، لكن الرسول بيعلمنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان هذا الفعل حتى ايه يكون تعليم للامه عليه الصلاه والسلام. ثم يطيل بقيه الركعات ومجموع الركعات 11 او 13. وكذلك الروايه الصحيحه الثابته عن عمر بن الخطاب في اجتماعه من صلاه التراويح انهم صلوها 11 ركعه. واما ما روي عنه انه صلى 20 فهي روايه شاذه على حسب ايه؟ ما قاله الشيخ الالباني، واجاب عن شبهات المخالفين. واحنا قلنا برضك ان في من يرد على هذه الشبهات ويقول ان هذه الروايه ثبتت وليست شاذه. هتبقى تحت هنا. ثم طلعت على رساله الشيخ اسماعيل الانصاري بين فيها صحه هذه الروايات وانها غير شاذه. على بقى في الطبعات الجديده نصلح ايه؟ ها؟ ايه؟ المساجد بتصلي 12 ركعه 16 ركعه 16؟ لو هم عملوا 20 لو هم عملوا 11 او 13 هم عملوا بان يجوز الزياده بس واتقوا الله ما استطعتم. هو ال 11 افرض ما انت افرض ال 11 انت ما بتصليش 11 افرض صليت 8 يعني قصدي عسل ستة وواحدة وتر سبعة، هنقول لك صلاتك بطلة؟ لا هو ما زاد عن ذلك. يعني حتى في بعض الروايات انه لم يقل عن سبعة ولم يزد عن 11. يعني أربع ركعات وثلاثة وتر سبعة. طب لو واحد صلى اثنين بس جايز. يعني هذا كله من فعل عليه الصلاة والسلام. والفعل لا يدل على الوجوب. لكن نقول هذا الأفضل. يعني من صلى 11 أفضل حاجة. أو 13. لكن من بدعش من إيه؟ من يزيد. يعني طبعا الموضوع ده كل سنة في رمضان لازم إيه؟ اللي هو الليلة بتاعت الزيادة والتهجد والكلام ده كله. إحنا بنقول إن الأفضل التزم بالعدد الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تبدع من أراد أن يصلي زيادة. عن عمر الخطاب رضي الله عنه. طيب يجوز لمن فاتته صلاة الليل، قلنا قضاء صلاة الليل، قضاء صلاة الليل، يعني لو واحد بقى ما لحقش نام وهو في نيته طبعا يقوم الليل وحب يصلي ما أمشي فجر الدنيا. فيجوز له أن يقضي صلاة الليل بالنهار. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته أو فاتته الصلاة من الليل من وجه أو غيره صلى من النهار سنتي عشرة، يبقى بيزيد ايه؟ بيزيد ركعه، يبقى الوتر هنا مش هيبقى واحد هيبقى اثنين. هيبقى شفع هيصلي 12 ركعه. حتى لو فاتوا الوتر نام عن الوتر واراد ان يقضيه بالنهار فليضم اليه اخرى، يعني يضم اليه ركعه اخرى. قال عليه الصلاه والسلام: من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طبعا ما بعد صلاة الفجر يبقى نقول هنا بالنسبة للصلاة يبقى بعد الشمس. أما إذا كان لي حزب في قراءة القرآن بالليل ممكن يقرأه قبل الشمس أو بعد الشمس. نعم. إيه؟ حقه الايه؟ يعني اي حد مثلا يصلي القيام مثلا الضحى في وقت الضحى ولا اللي هو مثلا داوم على قيام الليل وفاته الوقت ده؟ ايا كان يعني هو واحد نوى مش شرط يكون مداوم، نوى ان يقوم الليله دي وما قامش يقضي؟ يجوز ان يقضي. وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ده خلاص. مسائل متعلقه بقيام الليل او ملاحظات يعني. هل في قيام الليل يسر ولا يجهر؟ الاثنين جايزين، والافضل ان يكون صوته وسط.
بين الجهر العالي والوسط والخفض. فقل له كلاهما جائز في صلاة الليل، والمستحب التوسط في القراءة بينهم، فقد ثبت في الحديث أنه ربما جهر بصلاته وربما خافت بها. يجوز أن يطيلها، وده الأفضل طبعا، ويجوز أن يخففها، والأولى الإطالة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مر عليها الحديث من قام بعشر آيات لم يقتل من الغافلين، إذا ممكن صلى ركعتين بعشر آيات وكده خلاص قيام الليل انتهى على كده، يبقى يجوز انك تخفف، لكن السنة ايه؟ الإطالة، ولا يكلف الله نفسه، المهم لا تنكسر. خير العمل ما داوم عليه صاحب. أنا حتى لو قمت، لأن واحد يقول لك يا أنا عايز أقوم أطول، فالشيطان يجي يقول له أنت ما هتطول هتاخد وقت، ما فيش وقت، فيوم ايه ما يصليش، لا قوم صلي ركعتين خفاف أحسن ما تصليش. ويبقى اسمك لم يذكر في أسماء الغافلين. بالنسبة لرمضان يستحب أن تصلى جماعة في المسجد، رمضان فقط أن تصلى جماعة في المسجد، وقد شرع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس، خرج احتجر حصيرا صلى الله عليه وسلم، فسمع به بعض الناس فصلوا بصلاته، فلما قام اليوم الثاني كسر الناس، فلما قام اليوم الثالث أو الرابع امتلأ المسجد مستني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج، فلم يخرج، حتى تعجب بعضهم قالوا ما لهم، وبعضهم رفع صوته عشان يعني يفقر النبي، أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه قاعدين برا. فلما صلى الفجر قال إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلى الله عليه وسلم، فصلوا فيه ويوتيوب، يعني لم يمنعوا من الصلاة الخاصة. كونه صلى بهم ثلاثة أيام دل ذلك على التشيع. ما الذي منعه أن يصلي بهم بقية الشهر؟ خشية أن تفرض. وطبعا في إشكالية بقى، إزاي تفرض صلاة بعدما قال الله عز وجل ما يبدل القول لدي، وإن الصلوات المفروضة خمسة، لا يمكن أن يزيد في فرضية الصلاة عن خمسة، لأن الله قال في حديث الإسراء ما يبدل القول لدي، هن خمس وهن خمس. فإزاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض وهو وإحنا في مأمن أن تفرض علينا صلاة؟ من يجيب؟ طيب في كذا إجابة. الجواب الأول قال هذا يكون فرضا باختيار الناس وليس بأصل التشريع، كالذي ينذر نذرا. مش النذر بقى فرض؟ هل الشرع هو اللي فرضوا عليه ولا هو اللي ألزموا نفسهم؟ قال هنا هيكون الفرضية باختيار الناس. وقال بعضهم قد يكون أن تفرض عليكم صلاتها في المسجد، وليس يعني هيكون من شرط صلاة التراويح في رمضان تصلى في المسجد، ليس في صلاة بيته ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لا تفرض عليكم في المسجد. وقال بعضهم لا تعارض، لأن الفرضية هنا تكون فرضية، إما أن تكون فرض كفاية، مش هتفرض على الأمة كلها، هتبقى فرض كفاية بخلاف الصلاة الخمسة فهي فرض إيه؟ فرض عين. أو تكون الفرضية مش متكررة في السنة في اليوم، كل يوم زي الصلاة الخمسة، الصلاة الخمسة كل يوم، لكن هنا الفرضية تبقى إيه؟ سنوية. وهذا على رأي من يرى أن صلاة العيد فرض، يعني في بعض العلماء قالوا أن صلاة العيد إيه فرض، وده قول الراجح يعني هم يجي الكلام عليه. فازاي فرض والله عز وجل قال والحديث خمس صلوات فرضهن الله، والحديث ما يبدل القول لديه، على أيوة هذا في الفرائض اليومية، إنما لا يمنع هذا أن يكون فيه فرض إيه؟ سنوي، لأن الفرض العيد مرتين في السنة ملوش دخل بالفرائض اليومية. فهذا إيه؟ إجابات يعني بعض أهل العلم. عن النعمان بن بشير قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا
ألا ندرك الفلاح، يعني السحور اللي هو السحور يعني. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. وقد ثبت هذا من حديث أنس وعائشة وحسن، هذا كله في إثبات النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان. يعني بعض الناس يقول لك ايه، ما فيش دليل على المشروعية في المسجد، صلوا بهم. طبعا الشيعة بيمنعوا صلاة التراويح خالص، كل هذا عشان سيدنا عمر هو اللي جمع الناس، بس كده حقد في سيدنا عمر. سيدنا عمر يعني ممكن يقولوا ما فيش فرض صلاة عشان سيدنا عمر كان بيصلي، يعني ممكن يلغي الصلاة خالص. في بعض المشايخ من أهل السنة يعني بعض الناس يعني بيدعوا انهم طلاب علم، يقول لك لا، صلاه التراويح تصلى في البيت، صلاه في المسجد. طب النبي اصلا صلى بين في المسجد، وقوله قال لهم صلوا في بيوتكم، ده قالها عشان ما تفرضش عليهم خشيه ان تفرض عليه، لكن صلى بهم. وجاء في الحديث: من صلى مع الامام حتى ينتهي كتب له قيام، او من قام مع الامام حتى ينتهي كتب له قيام ليل. والامام ده يكون فين؟ في البيت ولا يكون في المسجد؟ طيب، وبين صلى الله عليه وسلم فضل صلاتهم مع الإمام، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. ولذا قال الإمام أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. كثير من الناس يقول لك أوتر، ولا آخر الوقت لا يوتر مع الإمام، والعصر صلي تاني بالليل يبقى موضوع تاني، لكن خلص مع الإمام، تأخرش الوتر بتاعك. إذا الإمام أوتر أوتر معه. وبرضك استدلال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الناس اللي هم يعني في الحرم صلاة التراويح، تلاقي كل صلاة مجموعة من الناس تمشي، يعني بعد صلاة العشاء الشيعة كلهم يمشوا، لأن هم مش بالتراويح، الشيعة ما لهمش بالتراويح، فإيه يخفوا الحرم. بعد 8 ركعات الناس اللي هم ملتزمين بال 11 ركعة يمشوا، والناس بقى اللي بيشوفوا يصلوا ال 20 بيخلوا مع الإمام. الشيخ ابن عثيمين بيقول: حتى الناس اللي هم من رأيهم يترجح عندهم 11 ركعة، لا ينتظروا مع الإمام حتى ينالوا فضل هذا الحديث، يخطب لهم قيام ليل. ويكون في خلاف لا يمنع من أن تتابع، يعني سيدنا ابن مسعود كان يختلف مع سيدنا عثمان في مسألة الإيه؟ الركعتين في المنى، الصلاة في المنى. سيدنا عثمان طبعا كان النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان في أول عهده كانوا يصلون في منى الصلاة ركعتين ركعتين على قصر. سيدنا عثمان تأول أن يصليها أربعة، صلى الظهر والعصر أربعة، الصحابة موجودين، عبد الله بن مسعود موجود، أنكر عليه وقال صلى مع الظهر، فقال احنا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقلنا نصلي مسنا مسنا. فلما جاء العصر صلى وراه أربع ركعات. طب انت بتنكر وماشي وراه برضك، هو الامام. قال: الخلاف شر، يعني متابعه الامام اولى. طب المساله مساله اجتهاديه، ما فيش مخشيه من الخلافه، وبعدين الثواب والاجر في هذا الحديث كمان، مش هذا الخلاف فقط، بل فيها ايضا ثواب قيام ليل انك تتابع الامام حتى ينصرف. قال الامام احمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. وسئل: يؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إليه. يعني إيه، ما يأخرش، ولما الناس تصلي يصلي معه. وأما في غير رمضان يبقى خلاص هنجتمع في المسجد في رمضان. طب نجتمع في غير رمضان؟ لا يشرع هذا، لا يجوز، إلا أن يكون من غير اتفاق، يعني غير اعلان، ولا يا جماعه يوم الخميس الجاي في افطار جماعي وصلاه ليل، والعشر الايام من ذي الحجه هنعمل فيها صلاه ليل في المسجد، وخلينا العشر بتوع ذي الحجه زي رمضان. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل انتم احرص بالخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ يبقى هنا ايه؟ الخير كل الخير في اتباع النبي، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. يبقى نقول لا، عشان لا نبتدع في الدين، لا نبتدع في صلي، عايز تقيم الليل قيم الليل، عشان دي يعني ايام فاضله بس لوحدك، لانه لم يثبت ان النبي عليه السلام كان يجمع الناس عليه. واما في غير رمضان فلم يثبت دليل على الاجتماع لها، لكن ان توافق الحال
فصلوا جميعا دون ترتيب معين أو تحديد لوقت فجائز، زي ما حصل مع سيدنا عباس. سيدنا عباس راح نام عند خالة ميمونة، الرسول قام يصلي بالليل، قام صلى ورا، ما قالوش تعالى عشان نصلي ركعتين مع بعض وعملنا إعلان ولا مش عارف إيه، لا، هي موافقة حالة، نايم عنده الرسول قام يصلي، فرصة صلي معه. قال واحد قام بالليل وابنه جه صلى غبيه، ولا كان معاه واحد صاحبه يعني قاعد عنده الليل قام صلى معاه، مش جاي هو أصلا عشان يصلي معاه، وجاي لمصلحة معينة وقريب جاي له من البلد وقاعد عنده، وقام يصلي قام صلى معاه، بدي ما فيش مشكلة. أما مسألة الإعلان والاجتماع وكلام ده كل هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة 5، ليس في قراءة في القراءة لصلاة الليل شيء مسنون. المهم استحب أن تستحب القراءة، تطويل القراءة، ويجوز أن تخفف، ما فيش قدر معين. يعني هل نقرأ كل يوم ربع أو نقرأ في كل ركعة ربع؟ فيش قدر معين، ويعني الأمر فيه سعة يعني بفضل الله عز وجل. فعن السائب بن يزيد أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. يعني 11 ركعة من العشاء لغاية الايه؟ الليل كله. ها؟ واقفين من طول القيام، ها؟ اضطر ان ايه؟ يستند على العصاية عشان طول القيام، فلا بأس بذلك، لكن لا يمنع من التخفيف. كذلك ليس هناك دليل على الترتيب، لكن لا يمنع، لأن الناس ملتزمة لازم يقرأ القرآن بالترتيب، ولو ما فيش إمام عندنا حافظ القرآن بالترتيب نروح نأجر إمام. مش شرط. مش شرط، لكن لا يمنع، احنا نقرا بالترتيب مفيش مشكله، لكن المشكله في الايه؟ حته ان الالزام، ان لازم يقرا بالترتيب، لا هذا ليس شرط، ممكن يقرا وبعدين يرجع يقرا نفس السور القراءه، مفيش اي مشكله. لا يشترط في صلاه الليل ترتيب القراءه حسب ايام الشهر كما يفعل كثير من الائمه من المواظبه على قراءه كل ليله جزء فيختم بختام الشهر، ولكني لا اقول بدعه لثبوت نحوي عن بعض السلف. ففي المغني قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله عن الإمام أحمد فقلت أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ إذا هو بيقرأ لغاية بقى آخر يوم، بيقول له أخلي الختمة مع آخر ركعة في التراويح ولا أأجل شوية أكمل في الوتر وأختم في الوتر؟ قال أجعله في التراويح حتى يقول لنا دعاء بين اثنين. قلت كيف أصنع؟ قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادعو بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام لله عز وجل. قلت بما أدعو؟ قال بما شئت. طبعا ده رأي، لا بأس أنه يدعو في آخر الصلاة، وإن كان الأولى أنه هو يدعو خارج الصلاة لأنه لم يثبت من فعل الصحابة رضي الله تعالى، لكن طبعا الإمام أحمد يكون أفتى لذلك، فبرضك لا ننكر على الإمام لو أنه دعا في أصل. بس هنا خلاه يدعي إمتى؟ خلاه يدعي في التراويح، يبقى الوتر ليه دعاء تاني، دعاء الوتر، فهو قال له خلي الختام في التراويح عشان يبقى لنا إيه؟ دعاء تاني في الوتر. هذا يقول له يدل على إن يعني وارد هذا في فعل السلف رضي الله تعالى، لكن كل هذه أمور غير لازمة، يعني لا يلزم. من البدع قراءة الأذكار أو السور القصيرة بين ركعات التراويح، يعني صلى ركعتين وقلت لهم إيه؟ قل هو الله أحد، بين صلى ركعتين تاني قل أعوذ برب الفلق، بين ركعتين قل أعوذ برب الناس، خلاص يبقى كده ركعتين الأخر خلاص. تقول لهم ليه بتعملوا كده؟ يقول لك عشان إيه؟ نعد، يعني 8 ركعات مش عارفين تعدهم، المزغ كله مش عارفين 8 ركعات. يقول لك عشان ايه؟ اي حاجه عشان كل واحد يبرر البدعه التي فعلها، لم يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام، فنقول هذه من البدع. وكذلك قولهم الصلاه يرحمكم الله او صلاه التراويح اثابكم الله، كل هذا لم يثبت من فعل السلف رضي الله تعالى. من الامور المنكره ايضا بدع التكلف بالسجع في الدعاء القنوط.
وهذا من الاعتداء في الدعاء. طبعا اذا كان الدعاء جاء سجعا غير مقصود ما فيش مشكله، وفي احاديث لا مسجوعه على النبي عليه السلام ما كانش شاعر، الرسول صلى الله عليه وسلم حب يقول بيت شعر لحن فيه، وسيدنا ابو بكر ضبطوا له لان الرسول الله لا يعرف الشعر عليه الصلاه والسلام. لكن كانت هناك ادعيه تاتي مسجوعه، اللهم انا نعوذ من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، تجدناها مسجوعه لكن غير مقصوده. فلو انك دعيت دعاء مسجوع وجه هو غصب يعني من غير قصد مسجوع ما فيش مشكله، لكن المشكله ان يتكلف الانسان السجع عشان الناس تهيص ويهلله ويطلع بقى الفيديو والشريط ويبقى الانتشار. هذا طبعا هذا لا يجوز ولا ينبغي الانسان ان يفعل ذلك. وهذه الامور طبعا الصريخ بقى اللي بنسمعه الله الله، وزي ما صاحبنا يا رحمن يا الله الله يا رحيم يقول اسماء الله الحسنى، والناس كلها ايه بعد حلقه ذكر بقت حاضره. لا الدعاء مش كده، وبعدين الاطاله الطويله دي كلها مخالفه للسنه. يعني في بعض الناس اول ما يحس الامام هيدعو بيحضروا نفسهم يقعدوا الله اكبر يقعد، ليه؟ لان عارفين الامام هيطيب بيهم. طب وليه تشق على الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي اللي هو الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت الى اخر الدعاء، يعني ثلاث اربع سطور. يجوز الزياده؟ يجوز الزياده، بس زود قد ايه؟ قدهم ثاني مثلا. مرتين ثاني. لكن تقعد لغايه ما الواحد بقى يشيل رجله ويحط رجله ويتأفف ويبقى خدم دماغه، امتى الامام يركع مش دماغه في الدعاء؟ فهذا طبعا يعني فيها تكلف وليس من السنة. من الأمور المنكرة التكلف بالسجع نمرة 9، اعلم أن من رأى صلاة الليل 20 متأولا في ذلك فلا يحكم عليه بالتضليل والابتداع، بل الصحيح متابعة الإمام حتى لو زاد على 11، لعموم الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولما ثبت عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوا خلف عثمان بن عفان عندما أتم الصلاة في منى مع إنكارهم عليه، قال ابن مسعود الخلاف شر. وقد تقدم أن رواية صلاة الـ20 يرى بعضهم ثبوتها، فالأمر في ذلك واسع عندي والله أعلم. يشرع للنساء حضور التراويح، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن، وقد جعل عمر بن الخطاب على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي حتمة، وكذلك فعل علي بن أبي طالب، وكلها أحاديث بأسانيد صحيحة. يصلي بهم نعم. ما تقدم من قيام الليل يطلق عليه في رمضان التراويح. يعني إيه التراويح وإيه قيام الليل؟ التراويح هي قيام الليل في رمضان. يعني قيام الليل كلمة المعنى الأعم. لما نيجي في رمضان بنسميها تراويح. وهي قيام الليل. ولا دي صلاة ودي صلاة؟ ما ممكن واحد يتلخبط. يقول لك يعني ممكن أقوم قيام الليل وأصلي التراويح وأنا أقوم قيام الليل. لا هي كلها قيام الليل. بس في رمضان بنسميها تراويح. ولو نمت وقمت بنسميها تهجد. أو بعضهم يعتبر التراويح اللي في آخر الليل اسمها تهجد، سواء نمت أو ما نمتش. يبقى عندنا ثلاث أسماء. اسم عام وهو قيمة قيام الليل. اسم خاص في رمضان لقيام الليل اسمه تراويح. اسم خاص لمن صلى في آخر الليل، والبعض يرى لمن نام ثم قام يصلي، اسمه إيه؟ التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني تهجد في آخر الليل. يبقى ما تقدم من قيام الليل يطلق عليه في رمضان التراويح، فليس هناك في رمضان صلاتين، إحداهما يطلق عليه قيام الليل والأخرى التراويح كما يظن بعض العامة. وكذلك إذا صليت قيام الليل في آخر الليل تسمى هذه الصلاة التهجد. وقيل إن صليت بعد نوم تسمى التهجد. فهذا كله في المسميات، وهي صلاة واحدة يعمها صلاة الليل.
فليس هناك صلاة أخرى تسمى التهجد، بل هي صلاة الليل، لكنها يطلق عليها في آخر الليل التهجد. إذا أراد العبد أن يتنفل بعدما أدى صلاة الليل، واحد صلى صلاة الليل وأوتر وخلص، وبعدين ربنا كرمه قام حب يصلي ثاني، يجوز أن يصلي، لا بأس بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر. الرجع عندي والله أعلم أن ذلك جائز لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة التنفل المطلق، أعني لا يعتقد هذه من السنة الراتبة لليل بل من النفل المطلق. هل تخص صلاة ليلة الجمعة بصلاة؟ ما فيش تخصيص ليلة الجمعة، يعني واحد عنده بقى تعظيم ليلة الجمعة طول الأسبوع ما مش عايز يصلي، بس بيجي يوم الجمعة بقى عايز يصوم عايز يصلي، نقول لك لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من الليالي، ما يبقى ولا تخص طبعا الجمعة بالصيام، ما فيهاش حاجة معينة ولا عدد معين يخص الجمعة ولا تخصيص صلاة الليل بالجمعة. صلاة الليل في أي وقت زي ما ربنا يقدرك، قمت الصبح، قمت يوم السبت، قمت الأحد، قمت الجمعة، قمت الخميس، قمت الأسبوع كله، قمت بعضه، كله زي بعض، فيش تخصيص. ولا ليلة العيد ليها تخصيص، اللي هو بقى حديث من أحيا ليلة عيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا عم. واحد مرهق وصلى الله ركعات. كم الليل بس؟ احنا قلنا حتى لو ركعتين يجوز. نعم. الافضل، قال الامام النووي، الافضل ان يصلي من كل ركعتين. وهذا كلام في نوافل الليل والنهار. يستحب ان يصلي من كل ركعتين. طبعا بالنسبه للوتر هيجي طبعا طرق أخرى أنه ممكن يصلي ثلاثة في آخر الوتر أو خمسة أو سبعة أو تسعة، نشوف بقى يجي الكلام عن الوتر. الملحوظ رقم 15، يكره قيام الليل، يكره قيام الليل كله، والسنة أن يقوم وينام، لكن طبعا ممكن يكون في أول الليل في آخر الليل، لكن يجوز في العشر الأواخر أن تقوم الليل كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد بيسه، فلا بأس. وبعضهم أجاز إن الإنسان إذا وجد في نفسه اجتهاد في بعض الأيام أن لكن ما تبقاش هي دي إيه العادة بتاعته يقوم الليل كله، لكن لو قام بعض الأيام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة اللي هم سألوا عن صلاة النبي، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقلوها قالوا يا الرسول بيعمل كده بس، ها طب أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، احنا بقى محتاجين نشد حيلنا شوية. فقال أحدهم، ابتدى يحط مناهج، واحد قال أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، ده المنهج الأولاني بالنسبة للعبادة بتاعته. الثاني أما أنا فأصوم لا أفطر الظهر كله. والثالث قال خلاص أنا بقى إيه أعتزل النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام عليه الصلاة والسلام، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني ليس على ايه؟ ليس على منهجي وليس على طريقتي. هي دي طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش ايه تقوم الليل كله، ما ينفعش تصوم الظهر كله، ما ينفعش تعتزل النساء، ولكن تبقى حياتك يعني تراعي فيها الطبيعه البشريه، تراعي فيها الاعتدال، وتعبد ربك سبحانه وتعالى. فاما بقى ما يروى ان ابو حنيفه كان يصلي 40 سنه الفجر بوضوء العشاء، فلا دليل على ذلك. حتى لو كان ثبت هذا فمش هيبقى دليل لان احنا تكون هذه السنه نتبعها. هذا اخر ما يتعلق بقيام الليل. طبعا في شيء متعلق بقيام الليل وهو الوتر، يعني هذا متعلق بقيام الليل لكن له احكام، فنؤجل هذا بقى ان شاء الله تعالى للدرس القادم، ونحتفل اليوم بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.